دكتور رحاب، مبدئيا كده انا منين اعرف وامتى اعرف ان الطفل ده بيعاني من اضطراب طيف التوحد؟ طيب، هو احنا بداية بنقول ان التوحد هو قصور او عجز عن التواصل الاجتماعي والبصري والسلوكي، وان الطفل مش قادر يميز المواقف المختلفة في حياته. ده لما بنتكلم على اللي بيكبر. طيب، الام او الاب اللي يقدروا ازاي يميزوا؟ احنا بنقول ان الطفل خلال اول سنه من عمره بيستكشف العالم المحيط بالحواس، الحواس الخمسه، اللمس، الشم، التذوق، البصر. فبالتالي عندي طفل التوحد اللي مولود عنده التوحد، طيف التوحد، لان انا عندي نسبه بتتولد فعلا بطيف التوحد او التوحد، وفي ناس بتظهر ليها عند 3 سنوات. فاللي مولود بالفعل اول 12 شهر من الشهر العاشر لما بيبدا ما يلتزم، ما يعني الام لما بتتحرك المفترض الطفل بيكتشف العالم بالبصر، فبيتحرك مع الام، لا ما بيلفش مع وش الام، ما بيستجبش للنداءات اللي هي مثلا لما بتناديه باسمه، او ما بي كمان احنا عندنا 6 شهور بيبدا الطفل يقول حرفين، فطبعا ما بيقولش الحرفين فبيبدا يتاخر في الكلام. الاول بنتاكد ان مفيش ضعف سمع وان الاذن الخارجيه والجهاز السمعي كله مظبوط. يعني حتى لو متاخر في الكلام يا دكتور رحاب، ده ممكن نقول ان ده ممكن هي يكون الناس عنده بتعزي مشكله فكره التوحد، يعني بتلغي الاول فكره التوحد. في ناس ما بتحبش تعترف وبالتالي بتتاخر في اكتشاف التوحد وبالتالي بيتاخر العلاج، ولكن هما بيقولوا ده الطفل مش بيسمع، ده اصل فيه هو بيتاخر، عيلتنا بتتاخر في الكلام عموما. التوحد كمان سهل ان انا اتوقعه. ليه؟ لانه هو مرض وراثي. وراثي؟ اه طبعا، نسبه 15 ل 20% وراثي. فبالتالي لو الزوج او الزوجه عندهم اخ، طبعا هو في الذكور اكتر نسبه 1 إلى 4، يعني كل بنت بيقابلها 4 أو 5 أولاد في الفتره الاخيره عندهم التوحد. التوحد طبعا درجات، في بنسبه 10%، نسبه 15، لغايه نسبه 50. فاحنا بنتكلم على الانسان اللي هو 10 لغايه 50 نقدر نتعامل معاه الام والاب بجلسات تنميه مهارات بسيطه بعددها معين، اما اكتر من كده فطبعا بيلزم الرعايه طوال العمر. طب احنا هنرجع تاني للجلسات دي يا دكتور رحاب، بس عشان في يعني اسئله لناس كتير، ايه هي ظواهر يعني مظاهر التوحد؟ يعني هل هي تاخر الكلام زي ما حضرتك قلتي؟ عند سن كام اصلا المفروض الطفل الطبيعي يتكلم؟ لا، في فرق بين يتحدث يتكلم، وفي فرق بين ان هو يبدا يلاغي مثلا، يبدا يقول حرفين اللي هو البا او ما او اللي هي الحرفين اتنين، او يبص لوالده او والدته، او يستجيب للابتسامات، او يستجيب ان هو لما بيشوف والدته بيبتسم والده بيبتسم، لان احنا بعد 40 يوم او 50 يوم الطفل خلاص بيحفظ شكل والده ووالدته لو هم متواجدين معاه باستمرار، يعني الام ما نزلتش شغل او الاب مش مسافر فالطفل بيعرفه. طيب لو هو 10 شهور و8 شهور لغايه 12 شهر ما قدرش يستجيب، انا عندي هنا سمات توحد.